السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات شيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد السلطة سهلة في التحضير، المكونات ديالها بسيطة وكتجينا لذيذة بزاف، وكان هذا نحضروها في هذا فصل الصيف، والأهم من ذلك حتى الشكل ديالها كيجينا بحال ما هكذا راقي. كنتمنى هاد الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا للطريقة والمقادير ديال هاد الوصفة. بالنسبه للمقادير ديال هذا لي سالاد، كنحتاج هنايا عندي 250 غرام من الرز. هذا الرز سلقته في ماء مع هذا قليل من الملح، وعندي هنايا واحد تشكيله من الخضار. عندي هنا بطاطس مقطعه بحال ما هكذا دويمات، هذا الجزر، عندي هنايا هذه جلبانه. كت دائما الخضر اللي كتكون متوفره عندكم بحال ما هكذا في البيت، وعلى عدد الاشخاص. عندي هنايا علبه من التونه، هذه عندي ديال الزيت سقطرتها من الزيت. عندي هنا علبه من الذره المعلبه، هنا عندي واحد جمعه كبار من المايونيز، كيبقى على حسب الكميه اللي غادي نحتاج في الارز. بالنسبه لهذا التتبيله عندي الملح، عندي القليل من الفلفل الاسود، عندي هنايا عصير الليمون او الحامض. نمروا للطريقه ديال التحضير. غادي نبداو في الطريقه. غادي نضيف الخضر، نضيف التونه، الذره المعلبه، نضيف الملح، الملح كيبقى على حسب الذوق، فلفل اسود، تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره، نضيف المايونيز، غنضيف ملعقه من هذا الحامض، عصير الحامض. ندمج هذه المكونات جيدا، من بعد كنقبط واحد المول بحال ما هكذا. كتقدروا تعملوا اي مول عندكم في البيت ديالكم، دائري او بحال ما هكذا. انا غادي نعمل هاد الارز، هالطريقه هادي. كيف كتشوفوا نزلت هذا في هذا الاناء بحال ما هكذا، وغادي نضيفه في الثلاجه، ولا تقدروا تخليه في داك المول وتضيفوه في الثلاجه حتى يتماسك لكم جيدا، وعاد كتعملوه بحال ما هكذا في واحد بحال ما هكذا اناء. انا دابا غادي نمر لهذا الخضر اللي غادي ترافق ليا هذا الارز. بالنسبه للخضر اللي غادي نزين بها هذا سميتو الطبق ديال هذا الارز، هنايا كنحتاجو الباربه او الشمندر، جوج قطع بشرتهم بحال ما هكذا. هنا عندي واحد ثلاثه الجزرات عفوا حتى هما مبشورين. هنايا عندي واحد الكروم او هذا ليشو، واحد الربع منه قطعته بحال ما هكذا رقيق، او تقدروا حتى هو تبشروه. دوائر الخيار، عندي هنايا واحد حبه من البيض مسلوقه للتزيين، وعندي هنا الطماطم الصغيره زينت على هذا الشكل هذا لسوغيس، وعندي هنا واحد هذا قطع من الخيار قطعتهم على هذا الشكل. بالنسبه للتتبيله، هنايا ضفت القليل من زيت الزيتون، القليل من الفلفل الاسود، الملح، صافي، ودمجتهم على هذا الشكل. هنايا ضفت واحد نصف ملعقه صغيره من السكر، القليل من هذا زيت الزيتون، ودمجتهم. هنايا القليل من زيت الزيتون مع الفلفل الاسود مع هذا الملح، صافي، ودمجتهم على هذه الطريقه. نمروا للطريقه ديال التزيين. كيف كتشوفوا شكلتها بحال ما هكذا، طريقه سهله. ضفت هنايا هذا الجزر، ضفت هنا البربه او الشمندر، وضفت هنايا هذا ليشو، وضفت هنا قطع ديال الخيار. غادي نزين على هذه الطريقه هذه بحال ما هكذا كتشوفوا، طريقه سهله ومبسطه، وكيبقى التزيين على حسب هذا الرغبه ديالكم. انا غادي نستمر حتى غادي نكمل هذا الخيار اللي عندي كامل.
هذا هو الشكل النهائي كيف ما كيبان لكم في الصوره. زينت على هذا الشكل، عطيت على بحال ما هكذا منظر، بحال ما هكذا شكل وريده. درت داك العريش ديالها بالبقدونس، ودرت هذاك الساق عفوا بالبقدونس، وعملت داك الاعراش بهذا الخيار. وهذا وصافي، هذا هو التزيين الاخير اللي حصلت عليه. الصراحه كتجينا سهله في التحضير ديالها، والمكونات ديالها بسيطه، ونفس الوقت كتجينا راقيه. وهذا وكتقدروا تقدموها حتى للضيوف ديالكم، نمالة تقدموها في هذا فصل الصيف في الوجبات ديالكم. الصراحة كتجينا لذيذة بزاف ومنعشة. كنتمنى الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوا في القناة باش يلحقكم كل ما هو جديد من وصفات. وإلا عجبتكم طبعا الوصفة خليوا لي واحد لايك، وخليوا لي طبعا التعليقات ديالكم. وبالصحة والراحة، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.